بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون، أود أولا أشكركم على هذه الأسئلة اللي هي في الواقع تؤكد على اهتمام السيدات والسادة النواب البرلمانيين بما يقع في بلادنا، خصوصا بهذا الموضوع الحيوي. وفي الواقع إذا كنا طرحنا هذا الأمر في إطار الصراحة والعمل وقول الحقيقة للمغاربة، لأن الوضع صحيح أن وضع صعب جدا اللي احنا تنمروا منه. ونعطيكم بعض المؤشرات باش نفهموا علاش نتكلموا. أولا بالنسبة للتساقطات المطرية، فكان واحد التراجع مهول غير في ثلاث شهور الماضية. المعدل اللي هبط هو 21 مليمتر، في الوقت اللي كانت هبط واحد 154 مليمتر. هذا اللي جعل أنه الواردات المائية اللي دخلت هي دخلت السدود ما بين شتنبر وفتح شتنبر الى اليوم، فهي لا تتجاوز 500 مليون متر مكعب، عوض مليار و500 مليون متر مكعب السنه الماضيه. وإلا سمحتي وضروري نتكلموا على بعض المناطق بالذات اللي هي كانت اكثر معروفه بالمطر. نعطيكم مثلا لوكوس، الواردات المائيه كانت 282 مليون متر مكعب في المتوسط، هذه السنة نزلت فقط 23 مليون متر مكعب. بالنسبة للسبو كانت 758 مليون متر مكعب في المتوسط، هذه السنة في الثلاث شهور الأولى فقط 90 مليون متر مكعب. أكثر من ذلك بالنسبة لسد الوحدة اللي كانت تدخل فيه في الثلاث شهور الأولى 400 مليون متر مكعب، هذه السنة دخلت 11 مليون متر مكعب فقط، زيادة على أبير قراق اللي كانت تدخل 147 مليون متر مكعب، دخلت فقط 14 مليون متر مكعب. وهذا أنتم عارفين بأن حتى الحرارة ارتفعت، عندنا زيادة الحرارة ديال درجة 37، وأنتم عارفين بأن اليوم التبخر ديال المياه يوميا تيمشي منا مليون و500 ألف متر مكعب في اليوم بالنسبة للسدود. وهذا بالطبع أدى إلى تراجع ديال نسبة ملء السدود من 31% السنة الماضية في هذا التوقيت إلى اليوم عندنا فقط 23.4%. وبالنسبة لسد مثلا المسيرة فهو لا يتجاوز، ما توصلش حتى ل 1%. السد عنده إمكانية 2 مليار و700 مليون متر مكعب، اليوم فيه فقط 30 مليون متر مكعب. هذا اللي تيجعل انه الاشكال حقيقي، وهو ان كاين بعض المناطق اللي وصل انه كاين واحد اشكاليه ديال الاجال ديال انه التوقف عند تزويد الماء الشرب الى بقينا في هذا المستوى. وبالتالي عندنا النظام ديال سد المسيره اللي تكلمت عليه، لانه وبالتالي كاين العديد من المناطق بحال جنوب الدار البيضاء، سطات، برشيد واليوسفيه اللي فيها اشكاليه. عندنا نظام ديال سوس ماسة اللي هو كذلك تعرفوا واحد التراجع كبير. عندنا نظام ديال طنجة الأصيلة بالنسبة لمدينة طنجة والأحواض ديال طنجة. عندنا نظام ديال الحسيمة، وعندنا كذلك مدن الشرق الشمالية اللي هي في الواقع باقي عندنا إمكانيات اللي يمكن إن شاء الله نوصلوا آخر السنة، ولكن حسب التطورات ديال الماء اللي غيكون في المستقبل. وبالتالي اليوم إذا بغينا نضمنوا الماء الشرب بالنسبة للساكنة، من الضروري نتخذوا تدابير وقائية أساسية منذ اليوم من خلال تفعيل اللجان المحلية اللي تترأسها السادة الولاة والسادة العمال، من أجل تقنين بعض الاستعمالات المستهلكة للماء، وكذلك القيام ببعض القطاعات إذا كان ضروري ذلك. ولكن القرار غيكون محلي حسب التطورات وحسب الأماكن اللي احنا تنتكلموا فيها. ولكن نذكروا كذلك بان هذا الامر غيدار، لان باش يمكننا نضمنوا كذلك واحد العقلانه في الطلب، وبالتالي خصنا نغيروا السلوكيات ديالنا. وهذا ما تمنعش بان راه حنا خدينا العديد من التدابير الاخرى. كاين تفعيل، انتم عارفين بان العديد من السدود اللي حنا تم التفعيل ديالها والعمل بها، السد ديال تيداس، السد ديال فاسك، السد ديال تودغا، السد ديال اكدز اللي تفتحوا سنه 2022. كاين كذلك السد ديال كاين السد ديال غيس والسد ديال مدز اللي غيكون جاهز هذه السنه، سنة 2024 إن شاء الله في أوائل السنة. عندنا كذلك الربط المائي، الربط المائي باش نكون معكم واضح، لولا الربط المائي كان غيكون عندنا إشكال دابا في دوجنبير، كنا غنقطعوا الماء على الرباط وعلى الدار البيضاء.
العديد من علاش؟ لانه دخلنا بفضل هذاك الربط المائي اللي بدا ابتداء من غشت دخلنا 110 مليون متر مكعب. حنا عمليا في سد سيدي محمد عبد الله عندنا فقط اليوم 180 مليون متر مكعب بفضل هذيك 110 اللي كانت. وبالتالي كان غيكون عندنا اقل من 70 مليون متر مكعب، اقل من مليون متر مكعب. عندنا اشكاليه ديال جوده المياه، وعندنا اشكاليه ديال انه الماء ما غيبقاش لان نصول الغيث، وبالتالي كان غيكون عندنا واحد الاشكاليه حقيقيه. فاتخذنا تدابير استباقيه في التوجيهات الملكيه واللي عطات الاكل ديالها، اللي هذا اللي تجعل ان هاد المدن وهاد المناطق فهي ما تضرش بالقدر الكافي. وعندنا برامج ديال تحليه المياه اللي تم التسريع فيها في هذا الاطار، وتكون عندي فرصه باش انني ندق لكم هذه الامور كلها. وشكرا.